السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أحلى متابعين قناة مون مون فاشون. أنا قلت أصبح عليكم النهاردة يا صباح الحلويات والسكرات عليكم. جايبة لكم حاجة حلوة هون النهاردة، مش جايبة لكم شغل وخيط وإبرة. تفضلوا معي، خد ديات العسل، ايه رأيكم؟ كوباية دقيق وبيضة تقدري تعمليها في منتهى السهولة. وبصوا على هيئة وردات اهي، مش هرحمكم من الوردات، كروشيه او اكل، اهي جميلة قوي قوي، هتعجبكم قوي قوي لو عملتوها. بتتعمل في ثواني، متاخدش اي وقت. قلت اصبح عليكم بحاجة حلوة النهاردة. وكمان اتفضلوا قهوة باللبن. كلكم عاملين ايه؟ وحشتوني، وصباحكم ابيض زي قلوبكم الجميلة. انا حبيت النهاردة ان انا ادخل اصبح عليكم كده. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الاضحى خلاص قرب علينا، يا رب يعودوا علينا كلنا بالخير والصحة واليوم والبركة ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وحاجة جديدة للعيد، عاملها لكم مفاجأة ان شاء الله باذن الله قريب قوي قوي قوي. وحبيت بس ادخل كده النهاردة اصبح عليكم واجيب لكم حاجة حلوة. بما ان كل مرة بدخل بقى كده وشغل وخيط وقطن وصوف وبلوزات وشنط، لا دلوقتي قلت اصبح عليكم كده صباح جميل على الناس الجميلة اللي بجد بجد، يعني مش هقول لكم بصراحة، انا عرفت ناس كتير قوي قوي، كل اللي عرفتهم على القناة عندي ما شاء الله ناس محترمة وناس ذوق واخلاق. ربنا يخليكم لي يا رب، ما تحرمش منكم ابدا ابدا، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبقى معنا جميعا كده وما يضيع على مش اي تعب ان شاء الله باذن الله، طول ما احنا ايد واحدة مع بعض متعاونين وبنحب بعض وبنحب الخير لبعض ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. صباحكم زي الفل. اميني ون ون فاشون. باي باي.